عادي كل الاحتمالات بحطها بالراس. بس قلت لك يعني انا ما بهدلتك لانك طلعتي نومينيه ولا حكيت يا اخي بهدلني. هلا سكت لك عشان ما اكئبك اكثر. بس بكره اذا بتطلعي بكره اذا بتطلعي بدي موتك. ليش يعني؟ هيك ليش؟ هيك انا حق عليك يعني احسن وحده بتغني بالبرومات. بس انت خبصتي تحت بس مشان كلمه كرمال هيك كان فيكي عم فيها فكره كان فيكي تستفيدي منها كان طلعت كثير حلوه وقاعد عم اشر لها من برا انا خليكي خليكي هي مثل الهبله رجال طيب عن جد قلت لك اذا بتطلعي اذا بكره تطلعي بدي قلت لك اوكي بتجي على البيت ورمانه يعني مورمه هيك انت هلا انت مصيري بكره بترجعي شي مترين ونص مترين ونص اخي قلتلي اذا رح ارجع مترين ونص من ورا بس متر بلا مترين ونص بس متر و70 بس بلا متر على الستيج دغري يعني نطشك كفي بنحطك بالارض نحمل فريم بنط فوقك بجد بفعسك بتنفصي هيك بتنطي لك شي متر سيري 3 4 امتار طولك عادي عرضي مو طولي لا عرضك خلص بتلزق اصلا هيك بتلزقي ببعضك بتصيري طويله لما تكوني هيك تلزقي بوخ لازم واحد من هون وواحد من هون مثل من فوق راح اعرض ما راح اطول شو الافكار مو من فوق من زدتك بالارض بعدين بننط فوقك نفعصك بتصيري هيك تفكر رسم متحرك سي توم جيري بالبرايم يا زلمه مش مشتاق للتلفزيون جاب لي فرح لك شيء شو؟ الغراض يعني مشتاق للتليفون موبايلي انا مشتاق للفيسبوك انا ما بحضر افلام وهيك يعني مرات 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 يعني دائما بقعد على بعمل مزيكا هيك موسيقى بحضر اذا حضرت افلام بحضرها على النت والله بتعرف شو مشتاق فيسبوك بغني امي بتغني معي والله ماما على طول بتغني ماما بليز طفشتني بليز ماما انا مشتاق والله كنت مسافر كل يوم انا مش ساكن اطلع اقعد شكرا لك